الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، متواصلين مع حضراتكم في هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية لما يدور في ميدان الشحنية، حيث تتواصل إلى الشوط المفتوحة في صباح هذا اليوم وسن اللقاية من مسافة 4 كيلومترات في هذا الصباح المميز وبداية هذا الموسم الجديد، موسم 2014-2015، حيث نتمنى أن يكون إن شاء الله موسم خير وعطاء لكل أبناء الخليج. نتابع هذه الانطلاقة التاسعة وهي خاصة بالإبكار، وننطلق مع أسماء جديدة ودرر تتناثر في ميدان الشحنية وتنطلق في هذا اليوم. هذه اللي في مقدمة الشوط، المدينة على المركز الأول لهجن الشحنية، حمد بن علي بن حلفان المري في المتابعة والتضمير يضمرها. المركز الثاني مكيدة على ثاني المراكز لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، قادة المجموعة انطلقت إلى صدارة الشوط. يضمر مكيدة حمد بن علي بن جرحب، علي بن حمد بن جرحب المري. المركز الثالث، أتابع ثالث المراكز، نجدة لهجن الشحنية في ثالث المراكز، يقود نجدة سلطان الوهيبي. المركز الرابع، تواجد أيضا لشعار هجن الشحنية بانطلاقة هقوة على المركز الرابع، وعلى أيضا المركز الخامس وجود اللي في خامس المراكز أيضا يضمنها الوهيبي. كما يضمر حشمة اللي بالمركز الخامس. إذا هجن الشحنية تتواجد اليوم بأسماء جديدة وانطلاقات مميزة لأسماء سجلت في هذا الموسم كبداية طبعا للاستعداد. يقدم المضمرين أسماء جديدة استعدادا لخوض هذا الموسم اللي نتمنى لهذا الشعار التوفيق في المحافل الخارجية. هذه اللي في مقدمة الشوط، هذه مدينة يقدمها المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، يقدم المدينة بشعار هجن الشحنية. تليها مباشرة نجدة على المركز الثاني، هجن الشحنية أيضا مع ضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث، المركز الثالث لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع مكيدة اللي تقدمت، يضمر مكيدة علي بن حمد بن جرحب المري الموهوب، أطلق عليه الموهوب. الله، المركز الرابع، شوفوا المتدخلة، شوفوا المتدخلة والمنطلقة والمندفعة الشحنية لهجن الشحنية. سالم بن فران الذهبي يقدمها في هذا الشوط. إذا حمد بن علي بن حلفان المري متابعا للمدينة اللي تحتل المركز الأول، سالم بن فران يتابع الشهنية اللي تحتل المركز الثاني، وسلطان الوهيبي يتابع اللي بالمركز الثالث اللي هي هقوة. هذه المراكز الثلاث اللي بهنزان اللقاء، أسماء سجلوها دونوها احفظوها جيدا. هذه الأسماء الكبيرة، هذه الأسماء المميزة ستتابعونها بإذن الله تعالى، ستتابعون هذه الشعارات وهذه الأسماء. شوفوا سالم بن فران قدم اسم جديد، قدم اسم جديد. انتباه انتباه يا أبو بريك، انتباه انتباه، هذه انتباه، ديروا بالكم على انتباه بشعار هجن الشحنية. المراكز الخمسة الأولى شعار هجن الشحنية، هناك منافسة قوية بين العمالقة المضمرين، عمالقة المضمرين. يا سلام، الله يعطيكم العافية. شوف المركز الأول، شوف المركز الأول، شوف الصدارة، شوف المركز الأول. هذه الشهنية، الشهنية مع المركز الأول بشعار الشحنية.
سالم بن فران يقدمها على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني حمد بن علي بن حلفان يقدم المدينة المحتلة للمركز الثاني. انتباه على المركز الثالث مع سالم بن فران المري، ولكن تهانينا لهجن الشيحانية أولا هجن الشيحانية، ولحمد بن علي بن حلفان اللي خطف الناموس في اللحظات الأخيرة. المبدع يبدع بقيادة المدينة نحو خط النهاية معلنا فوزها بهذا الشوط. تهانينا للمبدع على هذا الفوز. المركز الثاني الشيحانية لهجن الشيحانية، المركز الثالث انتباه لهجن الشيحانية، المركز الرابع وصلت نشوة لهجن الشيحانية، والمركز الخامس هقوى لهجن الشيحانية. إذن اللحظات الأخيرة حسمها شعار هجن الشيحانية وقاد مدينة اللي تحمل الرقم واحد وفازت بالمركز الأول. قادها حمد بن علي بن حلفان المري معلنا حضورها في هذا الشوط ليسجل اسمها فائزة في شوطنا التاسع ضمن انطلاقات الأشواط المفتوحة في هذا الصباح، وأول انطلاقة في هذا الموسم، موسم 2014-2015 مع الأشواط المفتوحة. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية أولا، وللمضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. 6 دقائق 23 ثانية، 36 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشيحانية والمضمر، أو 38 جزء من الثانية. شكرا أحمد السادة. المركز الثاني 6 دقائق 24 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشيحانية وللمضمر سالم فران المري اللي قاد الشيحانية. تهانينا والناموس. هذه اللي بالمركز الثالث انتباه. 6 دقائق 26 ثانية، جزئين من الثانية. انتباه لهجن الشيحانية، قادها المضمر الذهبي سالم بن فارس.